لو الحكاية فيها إن فيديو. امتحان الكيمياء كان عامل ايه؟ كان كويس وكان فيه شويه، بص هو كان يعني متوسط، كانش كويس ما كانش حلو، بس كان في اسئله كانت صعبه جدا زي في معدات وفي اسئله ما كناش عارفين هو عايز الرسم ولا عايز المعدات. بس يعني كانت المشكله واصعب حاجه بالنسبه لك كانت المعادلات. هي بصراحه هي العقده بالنسبه لي المعدات. كان كم سؤال لو تفتكري؟ 45. كانوا كلهم اجباري عليكي؟ كان فيه الاغلبيه كتير. في حاجه تانية كانت صعبه بالنسبه لغير المعادلات؟ الرسمه، في سؤال كان عايز رسمه بس ما كانش كاتب ان هو عايز رسمه. في الاخر بقى لما طلعنا وشفنا وكده عرفنا ان هو عايز رسمه، هو ما كانش قايل. يعني صيغه السؤال نفسها لخبطتك؟ اه. ده كان عن اني جزء الرسمه دي؟ لا مش بس بصي هو كان على مش فاكرة؟ تمام. المعادلات بس هي اللي كانت صعبة بالنسبة لي. الامتحان كله كان جاي فيه المنهج كله ولا كان مركز على أجزاء معينة؟ جاي من كل باب جزء، يعني الأبواب كلها كانت موجودة. في حاجات كانت من بين الصدور أو غير مباشرة؟ لا ما كانش في حاجة مش مباشرة، بس هو السؤال اللي أنا قلت لك. الامتحان كان كبير بالنسبة للوقت؟ لا بالعكس كان قد الوقت. Vida.